هذا وقد استنكر رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد ما نشرته قناة الجزيرة القطرية مؤخرا من ادعاءات ومزاعم كاذبة حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تقدما غير مسبوق في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في مختلف المجالات. أعرب رئيس الاتحاد الحر عن تنديده واستنكاره الشديدين لبث قناة الجزيرة القطرية لفيلم تلفزيوني مسيء للمملكة، مؤكدا أن استمرار قطر في استهداف البحرين مرفوض وبشدة. دعا قناة الجزيرة إلى تسليط الضوء على حقوق الإنسان في قطر بخاصة ما يعانيه العمال من صعوبات وتحديات ووفيات عديدة في معسكرات بناء المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية ووثقتها منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية العربية والدولية. أكد أن الشعب البحريني وبخاصة جموع العمال يلتفون حول القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المقر، ويدعمون جميع قراراتهم وتوجيهاتهم.